هذا كراسي بلحمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة فطوركم يا شباب، كل عام وانتم بألف خير. اليوم فطورنا احنا كراس جميع الأنواع، لحمة وسبانخ وجبنة. تحطي بداية ليش بهمش؟ لا هذا عجينة شو اللي استعملي فيها؟ جبنة، جبنة مع زعتر، جبنة مع زعتر. يا عيني يا عيني، افلدي نحط الصينية شوية زيت عليها وبعدها تنتقل إلى الفرن بإذن الله تعالى. صحة فطوركم، صحة فطوركم جميع أنواع المعجنات اليوم يا جماعة. بناخذ أميرة هذا على الفرن بكيتي مرة واحدة ولا بتقطع؟ مرة واحدة. يعني واحد كامل؟ ضيف كامل. جيبوا هذا خلينا نسويها. كراس، كراس ايش هذا؟ سبانخ مكانك. مكانك. سبانخ، خذي. خذي على الفرن مباشرة. لحبة طبعا اكيد، كراس بلحبة، كراس بمكانك، كراس بسبانخ، كراس بزعتر، وهذا طبعا سفيحة، لحبة سفيحة طبعا يا شباب. صحة وهنا على لوكو. وهذا طبعا بتاكل مع المعلقة اكيد. في عندنا هذا كل اشي ان شاء الله، كل انواع، حتى البيتزا كمان شوي رح نعملها ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني صحة وهنا على قلوبكم يا رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليكم باذن الله تعالى.